بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدنا مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحق كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم واشدد على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل ياهو 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 يا من بفضله لفضله نسألك العجل العجل إلهي الإجابة الإجابة
يا من أجاب نوحا في قومه ويا من نصر إبراهيم على أعدائه ويا من رد يوسف على يعقوب ويا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى نسألك بأسرار هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك أنجز لنا وعدك الذي وعدته عبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله عدت العادون وجاروا ورجون الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.